من هناك من الجنوب اللبناني. انضم إلينا أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، بعد التحية، ما الذي يحدث في هذه الأثناء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ نعم، تحياتي لك من الجنوب اللبناني. هناك بالفعل نوبات من القصف الذي يستهدف عدد من المناطق اللبنانية على طول الحدود، ربما هناك قرابة 100 كيلو متر منذ أقصى الحدود الغربية وحتى أقصى الشرق في هذا الاتجاه. كل هذه المنطقة باتت مسرح عمليات للجيش الإسرائيلي، حيث يستهدف هذه المناطق بالقذائف وبالطيارات المسيرة، بالإضافة أيضا إلى عمليات القصف المستمرة على تلك المناطق، وتحديدا منطقة عيت الشعب التي يتم قصفها بشكل شبه يومي، ومنطقة رميش، ومنطقة أيضا عيترون والعديسة، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية في نطاق مزارع شبعة. كل هذه الأمور تأتي في إطار تبادل القصف ما بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، والمستمر لليوم 17 على التوالي، في إطار تنسيق ما يعرف بالغرفة العمليات الموحدة أو الاتصالات الموحدة بين المقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية. هناك عمليات أيضا تم تنفيذها من الأراضي اللبنانية باتجاه الجانب الإسرائيلي، واستهدفت عدد من المراكز العسكرية للجيش الإسرائيلي في الجهة المقابلة للحدود الغربية، وتحديدا في الجهة المقابلة لبلدة الناقورة. كان هناك قصف مدفعي استهدف وحدات أو مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة. وأيضا في غضون ذلك تستمر عمليات النزوح من القرى والبلدات الحدودية في الجنوب اللبناني إلى مناطق أكثر أمنا، وإلى مراكز تم تخصيصها لإيواء النازحين في مدينة صور وفي عدد من المناطق الأخرى البعيدة، ربما بمسافة تصل إلى 25 كيلومترا عن الأماكن التي يتم استهدافها، حيث بات الشريط الحدودي بطوله قرابة 100 كيلومتر وبعمق ربما 3 كيلومترات مسرحا لعمليات القصف الإسرائيلي المتكررة على مدار اليوم، والتي أسقطت حتى الآن أكثر من 40 شهيدا من بين صفوف المقاومة الإسلامية في لبنان، بالإضافة إلى عدد من المصابين. وكانت أيضا قد استهدفت أماكن وتجمعات للصحفيين في الجنوب اللبناني، مما أسفر عن استشهاد مصور صحفي لبناني وإصابة 6 آخرين هذه العمليات العسكرية، عملية قصف في الحدود اللبنانية المستمرة والمتقطعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. لكن أحمد، هل هذه العملية، هل يمكن أن نقول أن هذه العملية هي عملية شاملة من قبل إسرائيل، أم أن الأمر يتوقف ربما حول أو ينحصر في فعل ورد فعل من جانب المقاومة والقوات الإسرائيلية؟ لا يزال الأمر حتى الآن محصورا بين الفعل ورد الفعل، ولكن ربما قواعد الاشتباك تغيرت قليلا في هذه المناطق، حيث طالت مناطق أوسع من المناطق المعتادة على مدار الأيام الأولى من هذه التوترات على الحدود اللبنانية الجنوبية، وصار القصف الإسرائيلي متكرر وبشكل استباقي حتى دون تنفيذ عمليات من الجانب اللبناني. وربما هذا الأمر هو ما دفع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وتحديدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمطالبة الدول الصديقة والشقيقة للبنان بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الاستفزازات وفقا لوصفه، لأن ما بات يحدث على الحدود اللبنانية الجنوبية يأتي في إطار الاستفزازات الإسرائيلية الشديدة للمقاومة في الجنوب اللبناني ولأهل الجنوب اللبناني الذين ضاق بهم ذرعا ما يحدث بين الحين والآخر، وخصوصا بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي مدارس ومنشآت للبنى التحتية مثل محطات الكهرباء ومحطات للمياه وعدد من المنشآت الأخرى الحيوية في الجنوب اللبناني. إذن أحمد، نحن نتحدث عن قصف وقصف متبادل بين الجانبين، وحتى اللحظة لا يوجد أي تجاوز للخط الأزرق على الحدود. القصف يتم في عبر الخط الأزرق. الخط الأزرق هو خط وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهو خط عبر براميل معروفة باللون الأزرق موازية للشريط الحدودي الخرساني بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. فعمليات القصف تتم عبر هذا الخط، ويتم اختراق الخط الأزرق وخصوصا من الجانب الإسرائيلي. ربما العمليات التي ينفذها الجانب اللبناني تمركزت على مدار الأيام الماضية في إصابة كاميرات
المراقبة وكل أدوات التجسس وأبراج المراقبة المنصوبة على طول هذا الشريط. وربما هذا الأمر دفع الجيش الاحتلال الإسرائيلي بتسيير العديد من طائرات الاستطلاع في أراضي اللبنانية أو في أراضي الجنوب ووصلت إلى نطاق مدينة صور. وهناك أيضا عدد من طائرات الاستطلاع على مدار الأيام الماضية وصلت لنطاق العاصمة اللبنانية بيروت. نعم، يعني كنت أعني أن ما يحدث الآن على الحدود هو قصف وقصف متبادل، سواء بالصواريخ من الطرفين ومن الجانبين أو حتى بالطائرات المسيرة، وليس تجاوز للخط الأزرق أو الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك ما تدعيه إسرائيل بين الحين والآخر. على حال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، شكرا جزيلا لك.